بارفيمو، مرحبا بكم. انا مريم توكيبي نوتريسيونيست. اليوم باش نحكيو على الصغار في رمضان. برشا صغيرات ما ياكلوش بالكداي، واللي يخمو باش يصوموا كيفنا احنا الكبار اللي بارون تاعهم ننساوهم شويه. دونك اليوم باش نعطيكم دي كونساي في الخصوص هذا. بالنسبه للصغيرات راهو ماذا بينا نخليو لهم من عشاء شقا الفطر يقعدوا لهم فطورهم من غدوه. اذا نتفكروا بين نص نهار وما ساعتين عندهم فطور، نص نهار لازم ياكلوه، لازم يكون متنوع، فيه شويه مكرونه والا كسكسي والا روز، شويه دجاج ولا لحم، وشويه خضر، هكاك يشبعوا وبالطبيعه النمو نتاعهم يقعد متوازن ومتكامل. دونك ما ننسيوش من بعد في شقان الفطر يقعدوا معنا على الطاوله، لازم ننسنسوهم بشويه بشويه بالقعده نتاع شقان الفطر على خاطر باش يمشيو للصيام في عمر 12 13 سنه مع فتره البلوغ. دونك لان في شقان الفطر تكون ماكلتهم خفيفه، نحاولوا احنا نطيبوا صحي باش هما يتعودوا ياكلوا معنا صحي. نركزوا في ماكلتهم اكثر على الحليب ومشتقاته اللي هما يكونوا موجودين في فطور الصباح، والا حتى في السحور معنا كان يحبوا يفيقوا يتسحروا. ما ننسيوش نعطيوهم لبجة بين الاوقات، وخاصه نركزوا لهم على الميم تاعهم. بالنسبه للصغيرات اللي بداو يصوموا، من المستحسن انهم يقسموا الوجبات نتاعهم من شقان الفطر حتى كشي للسحور، يشربوا كيف كيف برشا ماء على خاطر البدن نتاعهم في ساعه ينقص من الماء وما يحسوش بالعطش، وخاصه نركزوا على البروتيدات اللي لازمتهم للنمو نتاعهم. ما ننساوش كيف كيف باش نركزوا على السحور نتاعهم اللي يكون فيه شويه بسيسه والا شويه مسفوف ولا دقله اللي تعطي الطاقه، خاصه بالنسبه للصغيرات اللي مازالوا يقراو والا حتى اللي يكونوا ناشطين في النهار. كانوا هذوما نصايحنا نتاع اليوم، ان شاء الله ديما في صحه باهيه وشهيه طيبه.